عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله شواطنا متواصلة مشاهدينا الكرام، شوطا يبدأ وشوطا ينتهي. الشوط الأول القعدان المفتوح، تعلن انطلاقته بميدان الساد، ونسير وياكم إلى مقدمة هذا الشوط مع اللي انفرد بالمقدمة منذ بداية الشوط، معرف مبارك بن عبد الله اللي انطلق إلى مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدين الكرام، يلي قادم على المركز الثاني مشاهدين الكرام، يا سلام يا سلام لسلطان بن حمود اليحافي. إذا وصل للمركز الثالث، وصل صايب، وصل سهيل بن سيف بن سهيل بن خيرة لعفاري بن يقدم صايب إلى المركز الثالث. إذا وصل للمركز الرابع، الوصول في هذه اللحظات، وصل أبو شامس وتقدم سراب يحيى بن شامس المنهالي، وهناك سالم بن علي بن وديمة غادم بشعارة وينطلق مشاهدينا الكرام إلى المركز، إلى المركز الخامس. نعود إلى مقدمة الشوط، معرف معرف إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، قائدا للمسيرة منذ بداية الشوط وحتى هذه اللحظات، يبي ينهيها لصالحه عبد الله بن مبارك، مسيطر السيطرة التامة حتى هذه اللحظات، وبدون أوامر، بدون تعليمات، بدون تعليمات. الرحبي مسيطر السيطرة التامة منذ بداية الشوط. الله 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 الله، ما تبقى إلا أمتار معدودة. الثاني يا سلام لسلطان بن حمود اليحافي في اللحظات الأخيرة. أهالي المنجم، أهالي المنجم يهجمون يصوبون. الشوط الأول للقعدان المفتوح، تهانينا لسلطان بن حمود اليحافي، نهنيه على فوز شاهين بالمركز الأول بأول الأشواط للقعدان المفتوحة. تهانينا لسلطان بن حمود اليحافي، نهني على هذا الفوز. المركز الثاني معك يا الرحبي عبد الله مبارك بن عبد الله الرحبي اللي هو معرف، وفي المركز الثالث ليحيى بن شامس المنهالي. التوقيت 2:17 ثانية. تهانينا والناموس لسلطان بن حمود اليحافي، نهني على هذا الفوز.